جلست حوالي 3 سنوات في السجن. كانت فترة طبعا صعبة لأن معني السجن من أمور. كان من أهم المراحل في السجن هي مرحلة الحوار. كان في بداية كان في يناير 2010. الحوار هو الذي هو الحل الأفضل، لأنه ينبني على القناعة، ولأن ما يتوصله إليه به يتوصل إليه بقناعة وليس كالحل المفروض. وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر الله تعالى في هذه الآية بالمجادلة للإصلاح ولحل ما أشكل فيما بين الأطراف، والمجادلة هي التعاطي في الكلام وفي الموضوع المتحدث فيه، بحيث يلقي كل ما لديه مما يرى أنه يبرر رأيه. إيضاح الحجة وإبطال وإدحاض الشبهة مسألة متأصلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مع الغير وأحرى مع بني الجلدة ممن وقع لهم شبهة، وقعت لهم شبهة في نوع من تنزيل النصوص على الوقائع. بالنسبة لي وما يزيد على تقريبا حوالي 47 شخص من السجناء، لم يكن بيننا خلاف يذكر مع العلماء، حيث ما أخذوا لنا جلسات قليلة، يعني ليس هناك حقيقة نحن نتفق معهم في طرح، وقد ذكرنا ذلك في رسالة دعنا البيان أرسلناه قبل الحوار للسجن. كان بتوقيع 25 شخص، كنت طبعا من بين المجموعة، وكنت الناطق باسم تلك المجموعة في ذلك الوقت. أخذ الوقت الحوار، أخذ وقت مع الأشخاص اللي عندهم غلو أو عندهم أفكار تحتاج النقاش، فأخذ وقت بينهم هم والعلماء. البعض اقتنع وغير رأيه، والبعض أبقى على رأيه وهو قليل. استمعنا إليهم ووجدناهم على كل حال ليسوا على درجة واحدة من التشدد، وليسوا على درجة واحدة من العقلانية أيضا. فهنالك من راجع نفسه وتبين له أن سبيل التطرف وسبيل العنف لا تجدي، وهنالك أيضا من ما زال في عفوان هذا الفكر وما زال متمسكا به ومتشبثا به، ويرى أن كل شيء محيط به فهو كافر وأن الناس كلهم كفار. دار النقاش والحديث فيما بينهم وبين الفقهاء والعلماء، وقد كانت هناك في الترتيب بعض المحاضرات، أذكر أني قد أسندت إلي واحدة منها، وبعد المحاضرة يفتح المجال للاستفسارات والمناقشات. أذكر أن هذا حصل أيضا فيما بيني وبينهم، حصل هذا في عدة أيام لا أذكر عددها، إلا أني أذكر أن 57 من هؤلاء وجدنا منهم التجاوب، ولمسنا فيهم نوع من التقبل، بل أكدوا لنا أنهم لم تكن لديهم سابقا أي فكرة أو أي نظر يختلف مع الفكرة التي لدينا. جلسنا مع أبناء من أبناء وطننا وإخوة لنا، كانت لهم آراء وأفكار فيها بعض الانحراف، فناقشناهم وبينا لهم ما أرانا الله تبارك وتعالى أنه الحق والصواب، ولذلك كان لذلك نتائجه الكبيرة. وناقشناهم نقاش الأستاذ لتلميذه، لم نتكلم لهم كأصحاب سلطة ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما تكلمنا لهم بنقاش العلم المجرد كطلاب وكعلماء يبحثون الحقيقة عن الحقيقة كما هي. ما يزيد على 80% تراجعوا وكتبوا تراجعهم، وأيضا هنالك عناصر لم تتراجع ولكن خفت حدة التصور عندها وتراجعت عن بعض أفكارها. على سبيل المثال مثلا نجد أن بعضهم حتى من المتطرفين كانوا يستبيحون قتل السواح
وقتل الغربيين الذين يدخلون البلاد. فأنا ناقشتهم وقلت لهم هؤلاء الناس دخلوا بأمان. قالوا ليسوا مؤمنين. قلت لهم تأشيرة أمان. قالوا لنا تأشيرة أعطتها حكومة كافرة لا اعتبار بها، هي الحكومة الموريتانية، معناها أي حكومة بلد إسلامي يعتبرونها حكومة كافرة، وبالتالي معناها أنه لا عبرة بهذه الأمان. قلت لهم طيب أنا لا يسلم جدلية، لكن أنتم تعلمون أن العلماء قالوا إن الكافر إذا دخل على أمان يظنه صحيحا وهو ليس صحيحا أنه يجب أن يرد إلى مأمنه، معناها لا يكون هذا الأمان ساري الأمان له هنا، ساري المفعول له هنا، ولكن يجب أن يرد إلى المكان الذي دخل منه، هذا وفاء من الإسلام. خرج ما يزيد على 50 شخص من السجناء الذين اقتنعوا بالحوار، خرجت بداية 35 شخص كنتم من ضمن هذه المجموعة في الشهر 9 من 2010، ثم خرج دفعات بعد ذلك، ولا شك أنه كان ناجح بمعنى الكلمة، حيث أن هذه المجموعة اللي خرجت كلها الآن إلا فرد أو شخص أو شخصين، أما الباقي فكلهم يعيشون حياة طبيعية. قالوا نحن الآن حصلتنا القناعة بأن حمل السلاح على موريتانيا لا يجوز. وقلت لهم يا جماعة فكروا، أنتم الآن ضيعتم مستقبلكم، ضيعتم جهودكم، ضيعتم الأمة، معناها خسرت جهودكم في الدعوة، أنتم شباب وتدعون إلى الله سبحانه وتعالى، أنتم في السجون، قابحون في السجون، لا تشاركون في التنمية، لا تشاركون في الدعوة، أنتم ضاعت جهودكم، اتقوا الله في أنفسكم. فهم تفكروا في هذا الموضوع وقالوا نحن طبعا تحققنا وإيقنا أن هذا طريق ليس طريقا صحيحا وإلى آخره، معناها كانت هنالك نتائج لا بأس بها. والحقيقة بعد الحوار احنا التقينا بالرئيس ورحنا قضاياهم وطرحنا له فيها مقترحات، وجزاه الله خيرا عمل بها من إطلاق سراح ذوك اللي رجعوا منهم وعفى عنهم، لأنه السلطات الأمنية أيضا لها معلومات أخرى ربما تكون أكثر دقة من معلوماتنا نحن المحاورين. قرر أنهم يخلى سبيلهم، بل أنهم أيضا سيعطون عناية وسيقدم لهم دعم من طرف الدولة، وأعتقد أن هذا ما عمل وتكرر. المجموعة المتبقية أذكر أننا أن العلماء حاولوا معها بعد ذلك وعادوا الكرة إليها في بعض المفاوضات والمحاورات، لكني على التحقيق لا أذكر الآن حقيقة ما بقي مانعا لهم من أن يتجاوبوا مثل تجاوب الباقي. وبالجملة أقول إن الحوار كما بدأت به هو أجدل وسائل لحل الإشكاليات، وأقول إن ذلك الحوار كان إيجابيا وكانت نتائجه نتائج مقبولة، لأنه تعرض لحل إشكالية استجاب له كما قلنا هذا العدد الكبير من بالنسبة للعدد الإجمالي لأولئك السجناء، واندمج أولئك. وعلى ما أسمع ويبلغني دائما أنهم صاروا المسار الذي ينبغي وأصبحوا يزاولون أعمالهم من دعوة أو من تعلم أو من مجالات أخرى. وكما قلت أذكر أنهم فيما قيل لي أنهم قدم لهم دعم من طرف الدولة. هذه المجموعة اللي خرجت كلها الآن إلا فرد أو شخص أو شخصين، أما الباقي فكلهم يعيشون حياة طبيعية، من يقوم بالدعوة أو يعمل أعمال خاصة أو يعيل أسرته على الأقل، ولم يرجع منهم إلا شخص أو شخصين، وهذه نسبة لا تذكر مقارنة مع هذا العدد. طبعا لا شك أن هناك مشكلة الفقر، لأن أغلب شباب يعيشون يعني منهم من محيطات من مجتمعات فقيرة، لا شك أن هناك عدم التعلم، أحيانا تجد مجموعة لم يعني تدرس لا دراسة نظامية ولا دراسة محضرية، وهذا سبب. لا شك أن هناك هذا سبب من أسباب التعصب أو الغلو، أحيانا على الجهل سببها الجهل، وأحيانا إذا نوقش صاحبها و يعني وضحت له الأمور يرجع، لأنه أصلا ليس عنده
ليس عنده قناعة راسخة. هذا أيضا أغلب اللي وجدت من هذه المجموعات هي شباب في سن 20، إذا نوقشوا وبين لهم الحقيقة من العلماء أغلبهم تغيرت قناعته. هذه المجموعة التي عفي عنها وطلق سراحها، لا أعلم أن أنها رجع منها إلا شخص واحد، وهذا الحقيقة نسبة كبيرة، لأن كنت نتصور أتانا لو رجع أكثر من هذا يظل، ما دامت نسبة الرجوع لا تتجاوز في نظري 10% ونحو ذلك نعتبر هذا نجاح. ما هو رجع شخص واحد، شخص واحد من مجموعة كبيرة، وهم هي عفي عنهم على مراحل، المرحلة الأولى عن أول 35 شخص أو 36 معناها ما يقارب 40، ثم مرحلة ثانية بعد ذلك واندمجوا كلهم في المجتمع، وهؤلاء موجودين الآن في المجتمع يزاولون أعمالهم، بعضهم تاجر وبعضهم كذا، وتجدهم في المساجد يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويقدمون الدروس بطريقة سهلة ومنتظمة وجيدة. والحقيقة أنا أهنئهم على هذا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه أخذ بأيديهم الخير. ودائما أقولها إن هؤلاء الشباب الذي ينبغي أن نقوم به هو إعادة تأهيل، لا نعتبرهم أعداء لنا ولا ننتقم منهم، إنما نعتبرهم أبناءنا، وهذا هو الذي نريد من الدولة أن تكون، ورجال الأمن أن يكون عندهم هذا الفكر وعندهم هذا التصور، أن يعتبروا أن هؤلاء بمثابة أولاد، كل واحد منهم يعتبر أن هذا بمثابة ابنه، صابه انحراف عليه أن يحفظه وأن يكف ضرره عن نفسه وعن الناس، ولكن عليه أن يحاول إعادة تأهيله بالدعوة والتوجيه والحوار، ولا يكون ذلك بالقهر ولا بالضرب ولا بالسيل، لأن ذلك يولد الحقد في النفوس ويولد فيها الإصرار على ما هي فيه. أسمع ويبلغني دائما أنهم صاروا المسار الذي ينبغي وأصبحوا يزاولون أعمالهم من دعوة ومن تعلم أو من مجالات أخرى، وكما قلت أذكر أنهم فيما قيل لأنهم قدم لهم دعم من طرف الدولة، وهذا يجعلني أقول هنا إن مواجهة ما يعرف بالتطرف أو ما يعرف بالإرهاب لا شك أنها لها ثلاث آليات تتخذ. الآلية المعروفة المتعارفة أولا التي هي الآلية الأمنية، والآلية الأخرى الآلية المادية أو الآلية التنموية، والثالثة هي الآلة الفكرية. أنا أقول إن الآلية الفكرية قد تغني، التي تمثل الحوار قد تغني عن الآليتين الباقيتين، بينما لا يكاد يحصل المطلوب ويتحقق لا بتنمية ولا بآلية الأمن، لا يكاد يتحقق المحصول وتحصل القناعة دون أن يتحقق الحوار البناء الهادف الذي يستعرض للأشياء ويوضحها، لأن محاورة الفكر بالفكر بإذن الله تعالى تعطي من القناعة ما لا يعطي سواها. طبيعة الاندماج يعني كانت لا شك أنها كانت سهلة بسبب طبيعة المجتمع الموريتاني والتكافل الاجتماعي الحمد لله الموجود في هذا المجتمع، وهذه خصوصية لهذا المجتمع الموريتاني لا توجد الآن حسب علمي في المجتمعات الأخرى. هذه كانت طبعا من سهولة رجوع الشباب أو اندماجهم بسرعة. أيضا كانت هناك مساعدة من وزارة الشؤون الإسلامية العدد 35، وأيضا هذه كانت لها دور في إعادة دمج الشباب في الحياة النشطة، لأنهم فتحوا مشاريع، البعض وفق في الاستمرار والبعض لأنها تجربته الأولى لم يوفق، لكن أغلب الشباب الآن اندمجوا، أغلبهم اندمجوا يعيشون الحياة الطبيعية. وقلت لهم يا جماعة فكروا، أنتم الآن ضيعتم مستقبلكم، ضيعتم جهودكم، ضيعتم الأمة، معناها خسرت جهودكم في الدعوة. أنتم شباب وتدعون إلى الله سبحانه وتعالى، أنتم في السجون، قابعون في السجون، لا تشاركون في التنمية، لا تشاركون في الدعوة، أنتم ضاعت جهودكم، اتقوا الله في أنفسكم. فهم تفكروا في هذا الموضوع وقالوا نحن طبعا تحققنا وإيقنا أن هذا
طريق ليس طريقا صحيحا وإلى آخره. معناها كانت هنالك نتائج لا بأس بها. والحقيقة بعد الحوار احنا التقينا بالرئيس وطرحنا قضاياهم وطرحنا له فيها مقترحات وجزاه الله خيرا عمل بها من إطلاق سراح ذوك اللي رجعوا منهم وعفى عنهم، لأنه السلطات الأمنية أيضا لها معلومات أخرى ربما تكون أكثر دقة من معلوماتنا نحن المحاورين، لأنهم يعلمون أكثر أولئك الذين صدقوا فيما قالوا، أولئك الذين عندهم ما زال عندهم نوع الغبش في أفكارهم. والحقيقة اختيرت مجموعة كبيرة والحقيقة صدر عضو عنها، واقترحنا أيضا أن تشجع معناها تدمج في المجتمع، وطال أمر الرئيس بأن تصرف لها مساعدات مالية وصرفت لها مساعدات مالية وتابعناها حتى خرجت والحقيقة وبدأوا يعملون واندمجوا في المجتمع. والحقيقة كانت النتائج أيضا مشجعة، لأن هذه المجموعة التي عفي عنها وطلق سراحها لا أعلم أنها رجع منها إلا شخص واحد، وهذا الحقيقة نسبة كبيرة، لأن كنت نتصور حتى أنه لو رجع أكثر من هذا يظل، ما دامت نسبة الرجوع لا تتجاوز في نظري 10% ونحو ذلك نعتبر هذا نجاح، ما هو رجع شخص واحد، شخص واحد من مجموعة كبيرة. هي عفي عنهم على مراحل، مرحلة الأولى عند أول 35 شخص أو 36 معناها أنه يقارب 40، ثم مرحلة ثانية بعد ذلك واندمجوا كلهم في المجتمع، وهؤلاء موجودين الآن في المجتمع يزاولون أعمالهم، بعضهم تاجر وبعضهم كذا، وتجدون في المساجد يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويقدمون الدروس بطريقة سهلة ومنتظمة وجيدة. والحقيقة أنا أهنئهم على هذا. بالنسبة للحوار كانت نتائجه مهمة جدا، لأنه حتى الآن خرج ما يزيد على 50 شخص من السجناء الذين اقتنعوا بالحوار. خرجت بداية 35 شخص كنت من ضمن هذه المجموعة في الشهر 9 من 2010، ثم خرج دفعات بعد ذلك، ولا شك أنه كان ناجح بمعنى الكلمة، حيث أن هذه المجموعة اللي خرجت كلها الآن إلا فرد أو شخص أو شخصين، أما الباقي فكلهم يعيشون حياة طبيعية، من يقوم بالدعوة أو يعمل أعمال خاصة أو يعيل أسرته على الأقل، ولم يرجع منهم إلا شخص أو شخصين، وهذه نسبة لا تذكر مقارنة مع هذا العدد. طبعا لا شك أن هناك مشكلة الفقر، لأن أغلب شباب يعيشون يعني منهم من محيطات من مجتمعات فقيرة، لا شك أن هناك عدم التعلم، أحيانا تجد مجموعة لم يعني تدرس لا دراسة نظامية ولا دراسة محضرية، وهذا سبب، لا شك أن هناك هذا سبب من أسباب التعصب أو الغلو، أحيانا على الجهل سببها الجهل، وأحيانا إذا نوقش صاحبها و يعني وضحت له الأمور يرجع، لأنه أصلا ليس عنده قناعة راسخة. هذا أيضا أغلب اللي وجدت من هذه مجموعات هي شباب في سن 20، إذا نوقشوا وبيّن لهم حقيقة من العلماء أغلبهم تغيرت قناعته. طبيعة الاندماج يعني كانت لا شك أنها كانت سهلة بسبب طبيعة المجتمع الموريتاني والتكافل الاجتماعي الحمد لله الموجود في هذا المجتمع، وهذه خصوصية هذا المجتمع الموريتاني لا توجد الآن حسب علمي في المجتمعات الأخرى. هذه كانت طبعا من سهولة رجوع الشباب أو اندماجهم بسرعة. أيضا كانت هناك مساعدة من وزارة الشؤون الإسلامية، العدد 35، وأيضا هذه كانت لها دور في إعادة دمجة الشباب في الحياة النشطة، لأنهم فتحوا مشاريع، البعض وفق في الاستمرار والبعض لأنها تجربته الأولى لم يوفق،
لكن أغلب الشباب الآن اندمجوا. أمر الرئيس بأن تصرف لها مساعدات مالية وصرفت لها مساعدات مالية وتابعناها حتى خرجت الحقيقة وبدأوا يعملون واندمجوا في المجتمع. أنا على سبيل المثال قدمت طلب في بداية في نهاية 2010 للجمعية وحصلنا على الترخيص في 2012 وبدأنا العمل نحاول قدر المستطاع تكوين ودمج بعض الشباب وحصل التكوين وحصل بعض الدمج لبعض الشباب. الجمعية هي جمعية هدفها هذا هو وهو محاولة مساعدة الشباب الذين كانوا في السجن، محاولة مساعدة أسر بعض الشباب اللي ما زالوا في السجن. طبعا حصلنا في السنة اللي فاتت على تكوين لثلاثين شخص أغلبهم نساء، 10 نساء في الخياطة و10 في المعلوماتية و10 شباب في صيانة الأجهزة الحاسب الآلي. هذه المجموعة خرجت بعضها وجد تمويل والبعض وجد عمل، بعض النساء وجدوا عمل في بعض الأماكن وبعض الشباب أيضا وجدوا عمل، وأملنا أن نجد تكوين في هذه السنة المجموعة أخرى، طبعا كان عن طريق لينب، وأملنا أن نجد إن شاء الله تكوين في السنة هذه لبعض الشباب ونواصل إن شاء الله جهودنا ونرجو إن شاء الله أنها تكون مثمرة وناجحة إن شاء الله. يوم عادي كأي مواطن، الحمد لله رب العالمين، الصباح يتحرك حد لعمله، خاصة حد عنده أعمال حرة أحيانا مثلا ليس عنده دوام رسمي بمعنى أنه يطلع في حدود ساعة معينة وينزل في ساعة معينة، نمر على محل عمل أجلس في بعض الوقت، وأحيانا يكون في الجمعية وأحيانا تكون لي علاقة مواعيد مع أشخاص عادية كسائر عادي كبقية المواطنين. بالنسبة للشباب أنصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي بلدهم، وأن يرجعوا للعلماء في أي عملية يتعلق بالدين. نحن لا يمكن أن يجتهد الإنسان ويأخذ فتاوى من نفسه أو من شخص، نحن مثلا لا نساوي الإسلام الدين بغيره. مثلا نحن إذا واحد منا كان عنده مرض لا يلجأ لأي شخص يفتي في هذا المرض، حتى أنه أحيانا لا يذهب إلى طبيب عام وإنما يذهب إلى أخصائي. فكيف بأمور الدين؟ يعني يجب أن لا يستعجل الإنسان في أخذ فتوى أو قرار من غير متخصص في هذه الأمور. هذه مسألة يجب أن على الأقل نساوي أمور ديننا بأمور صحتنا، على هذا أقل، وإن كان الأولى أن يكون الدين أهم من الصحة وأهم منه. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الشباب يأخذ فتاوى من أشخاص ليسوا على مستوى من العلم. الذي ينبغي أن نقوم به هو إعادة تأهيله، لا نعتبرهم أعداء لنا ولا ننتقم منهم، إنما نعتبرهم أبناءنا، وهذا هو اللي نريد من الدولة أن تكون، ورجال الأمن أن يكون عندهم هذا الفكر وعندهم هذا التصور، أن يعتبروا أن هؤلاء بمثابة أولاد، كل واحد منهم يعتبر أن هذا بمثابة ابنه. صابه انحراف، عليه أن يحفظه وأن يكف ضرره عن نفسه وعن الناس، ولكن عليه أن يحاول إعادة تأهيله بالدعوة والتوجيه والحوار، ولا يكون ذلك بالقهر ولا بالضرب ولا بالسجن، لأن ذلك يولد الحقد في النفوس ويولد فيها الإصرار على ما هي فيه. فينبغي أن تكون هذه الفئات تتعهد بالحوار المرة بعد المرة. نجد أننا ولله الحمد نحظى بأمن واستقرار، ونحظى أيضا بشبه اختفاء لهذه الظاهرة التي كانت تعرف بظاهرة التكفير أو ظاهرة الإرهاب أو ماذا، نحظى ولله الحمد باختفاء لها في بلدنا. نرجو من الله تعالى أن نكون ملاحظين له، وأن نكون عاملين على تحقيقه واستمراره، وعلى أن نعمل على
ترسيخه حتى يبقى بلدنا آمنا مطمئنا. على علماء الأمة الآن مسؤولية ذات الشقين، مسؤولية لنقاش الملحدين والمنحرفين والمشككين في الإسلام والمحاولين المروقة، وكذلك على الجبهة الثانية للتوضيح لبعض من هو ولله الحمد له حماس إسلامي، ولكن يخصه أن يكون على علم ودراية كاملة حتى لا يفسد أكثر مما يصلح.